طب البطولات المشتركة اللي بتبقى ما بين اتنين من نفس الجيل، ساعات بيبقى في بطولة مشتركة الأب وابنه مثلا، لكن اتنين من نفس الجيل، أنا بتذكر دايما أستاذ محمود عبد العزيز الله يرحمه وأستاذ نور الشريف الله يرحمه. طبعا طبعا. فلما كانوا بيمثلوا سوا أنت حاسس بالكيمياء الحقيقية. هنا بقى السؤال، أنت وداش عملتوا إيه قبل المسلسل؟ والله بص، انا فعلا محظوظ ان انا معايا احمد داش، او انا مع احمد داش، لان فعلا داش شخصيه في الحياه كمان، شخص على طبيعته جدا وعلى سجيته جدا، وبني ادم هادي وبني ادم لطيف جدا، وتعرفه في الحقيقه كمان تحبه. انا كنت بحب داش من قبل الشغل، ولما عرفت ان انا اكون معاه في المسلسل حسيت بكده، ايه والله حلو، طب تعالى نكتشف ايه الدنيا. في ناس انت ممكن تشوفها في شغل تقول والله شاطره جدا، لكن تقابلها في الحياه تحس ان انت مش هتقدر تتعامل معاهم بشكل معين. صح. تمام. والله كده يعني. كتير. لكن انا داش لما عرفته حسيت ده كمان، يعني حبيته اكتر من وانا بتفرج عليه. لطيف جدا، وقعدنا سافرنا مع بعض سفريه كده، قعدنا نفهم بعض اكتر، حلو. واشتغلنا على المسلسل اكتر قبل ما نخش نصور. فارتحت جدا، واحنا هو الحمد لله ماشيين في التصوير بسرعه الحمد لله بشكل كويس، ومبسوطين جدا. وان شاء الله لو كميتنا مش حلوه ما اعتقدش هيطلع للناس حاجه حلوه. كل حاجه بتبان يا استاذ يوسف، صح وحتى الكواليس كله.